ليش؟ ليش؟ هم 30 عليهم 30 40 حتتحول ل 30 تلقائيا يعني. استاذ في المقالي ارسمي بدك تحسب عليه هذا؟ انا رسمي الدرون؟ مش شرط الرسم، المهم الكلام يكون صح. انا رسمت وكتبت، انا اللي كتب واللي رسم او اللي ما رسم مش اخذ العلامه ما دام كاتب صح. شابتر 13 احنا بدأنا فيه، صحيح، اخذنا البروسيلا كلوستريديوم كوزز اوف فود بويزنج من الستاف. ما فيش مشكلة، أنا عندي بدك إياه من 40 من 40، بدك إياه من 20 من 20، من 30 من 30. في ناس علاماتها يعني في 30 في 19 من 40 من 40 في في أكثر من 3 تقريبا، في 28 38 من 40 في 35 من 40 في رين ولا واحدة. ما كنتش احفظ اسماء او اطلع على اسماء اصلا، لا انا بعرف شو واحدة فيكم، كنت اصلح هيك وخلاص وامشي. حتى زوجتي هي اللي كانت تصلح الاختيار المقالة اللي هذا الاختيار من متعدد. لا 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 فيش، انا معطيها الاجابات فهي بتطلع. احنا قلنا الحضور كلكم اخذينه، والكوزات اللي قدمتوه واحد صح؟ ضلكوا كمان واحد، فهيك بكون العشرين علامة وهذا عليه 30 هي 50، بضل الفاينل 50. لا لا لازم يكون 5-5 أساس، يكون 10 والحضور 10 هي 20. أنا غيركم بعطيهم الحضور 5 علامات إذا هيك مش 10، بس يلا مش مشكلة عشان طالعين من العيد زي اللي بعتالي بدها 3 علامات عيدية. طيب سالمونيلا سبيشيز، احنا في الفود بويزنينج طبعا الشباتر اللي جاية كلها بتحكي عن طريقة العدوى بالرسبيراتوري او يعني الاير بورن او بلاد ترانسميتد او حتى الفود بويزنينج اللي هو عن طريق تناول الأطعمة. فذكرنا مثلا الستاف اللي بتعمل بويزنينج ستاف أورياس، أو ذكرنا الكولستريديوم وأنواعها، والآن في السلمونيلا SPP، قلنا SPP اختصار لسبيشيز أنواع. طبعا بيعطيك لمحة عن هذه السلمونيلا، هي جرام نيجاتيف رود، هي سالبة صبغة جرام، عصويات رود يعني بس اللاي شكلها عصوي، ولاكتوز نان فيرمنتر غير مخمرة لسكر اللاكتوز، وبالتالي على طبق المكونكي بتكون كالرلس، على طبق المكونكي بتكون كالرلس عديمة اللون، لأنه مش هتخمر سكر اللاكتوز يبقى مش هتنتج أسد، الأسد مش هيعمل أي تغير، عدم وجود الأسد وبالتالي مش هيصير أي تغير في البي اتش، وبالتالي مش هيصير تغير في اللون. لكن لو ضربنا مثلا مثال على الإشريشيا كولاي اللي هي برضو جرام نيجاتيف رود من نفس المجموعة اللي هي الهيتيروبكترياسي، هذه كمخمرة لسكر اللاكتوز، فإذا خمرت سكر اللاكتوز حولته للاكتيك أسيد يبقى حمض، الحمض حيقلل البي اتش، البي اتش انديكيتور اللي هو الكاشف حيغير اللون من اللون الكالرلس إلى اللون البينك، فبكون مستعمرات الإشريشيا كولاي لونها زهري، مستعمرات السلمونيلا، مستعمرات الشيجيلا، مستعمرات البروتياس كلها بتكون لان لاكتوز فيرمنتر، فبتكون كالرلس شفافة عديمة اللون. تمام؟
فهذه من الشغلات اللي ممكن تسألوا عنها في الامتحان الفاينل، هذه إشلونها، هذه إشلونها، ليش هذا طلع لونها كالرس، ليش هذا. فهمك للميديا وكيف بتشتغل عليها البكتيريا هو اللي بيفيدك في عملية تحديد اللون. طبعا هذه السلمونيلا في إلها أنتيجين، وإحنا عرفنا الأنتيجينات إنه هي يعني جلايكو بروتين أو جلايكو ليبيد، لكن في الأغلب هي جلايكو بروتين في الغالب، تمام. فهذه هي المعرفات اللي موجودة على سطح الخلية البكتيرية اللي من خلالها بتعرف عليها جسم المناعة. فحاجة اسمها أو أنتيجين وبيصنفونه سوماتيك. سوماتيك يعني جسدي، يعني موجود على السيل وول، على الغشاء الجدار تبعها. derived from the cell wall، وهو مشتق من وين؟ من الجدار الخلوي. الاتش انتيجين اللي هو الفلاجيلا، الصوت، الاصوات تبعتها، فالاصوات تبعتها هي بروتين، تمام. الجسم بيتعرف عليها ان اجسام غريبه فبكون لها اجسام مضاده وبيهاجمها. وايضا البكتيريا نفسها السلمونيلا بتختلف عن بعضها البعض في هذول النوعين، تلاقيهم متغيرين مش نفس التركيب، بس بيضلوا O antigen و H antigen. يبقى ال O antigen هو السوماتيك derived from cell wall، وال H antigen هو الفلاجيلا الأصوات. طيب نيجي للديزيز، الأمراض حسب الأنواع. فسلمونيلا تايفي تعمل حمى التيفويد، وفي سلمونيلا بارا تايفي، بارا يعني شبيهة بالتايفي، في منها عدة أنواع A و B و C، أيضا بتسبب نفس المرض لكن بنوع مختلف، بارا تايفويد، بارا تايفويد. أنواع أخرى من السلمونيلا بتعمل تسمم غذائي، تعمل تسمم غذائي. انتريك فيفر اللي هي الحمى الداخلية، انتريك فيفر include typhoid and paratyphoid fever، يعني اللي هي الحمى الناتجة عن الإصابة بأي نوع من أنواع التيفويد السلمونيلا، سواء كانت التيفويد أو الباراتيفويد. نفس الشيء typhoid fever is caused by salmonella typhi، وباراتيفويد fever is caused by salmonella paratyphi A and B and C. طبعا من خصائص هذول النوعين تاعون السلمونيلا انها متايل متحركه، يبقى تمتلك فلاجيلا، يبقى موجود الاتش انتيجين عليها. جرام نيجاتيف رود، عصويات سالبه صبغه جرام، وغير مخمره لسكر اللاكتوز. الباثوجينيسيس، مصدر العدوى بكون إما حالات مصابة cases أو carrier. carrier يعني حامل للميكروب لكن مش مصاب فيه، لا تظهر عليه الأعراض. طريقة الانتقال لإحداث العدوى، fecal oral route، fecal oral route. بما أنها معويات enteric معوية وموجودة في الأمعاء وبتسبب المرض، فأكيد هي بتنزل في البراز في الستول. فالإنسان لو تناول أطعمة ملوثة ببراز شخص مصاب أو عمل دايركت كونتاكت مع واحد مصاب وما كانش في جود هايجين، هاند ووش هايجين، فهذا طريقة انتقال فيكال أورال عن طريق الماوث، أو تناول الأطعمة والماء الملوث بهذه البكتيريا برضو هي فيك الأورال، تمام. clinically the onset of illness is slow، يعني البروغريس تبع المرض بطيء مش سريع، with fever and constipation، بصير في عنده أعراض الحمى وإمساك. بعد الأسبوع الأول من العدوى، تخيل يعني أنت عدوى تظهر بعد أسبوع، عشان هيك قال الأونست تبعها بطيء. As the bacteremia، إيش يعني bacteremia؟
جو تعمل انفيجن للانتستين وتروح للبلد. بكتيريميا اللي هو وجود البكتيريا في الدم. لما يصير في عندك وجود للبكتيريا في الدم هاي فيفر، ترتفع درجة الحرارة، بصير في تندر أبدومينال، الألم شديدة، انلارجمنت للسبلين، سبلينوميجالي، روز سبوت كومبليكيشن، وبالتالي بصير في عندك بعض المضاعفات، انتستينال هيموريج اللي هو نزيف، بيرفوريشن، تليف، تيفويد فيفر، بريفيوس جيل بلادر ديزيز اند جيلستون اللي هو بصير في حصاوي عنده في المثانة وفي المرارة. طيب كيف بدنا يتم تشخيصها؟ بما انه صار بكتيريميا ومع وجود الفيفر بعمل بلود كلتشر. طبعا هنا البلود كلتشر افضل وقت لها وقت ايش؟ افضل وقت ليه؟ النسخه الجديده ولا القديمه؟ ايش براجع؟ انا بديش اراجع. هذا كله اخذناه؟ طب وكيف نقول شو اخذنا هاي؟ لا اله الا الله. طيب خلينا نمشي سريعا فيهم. الصفحة اللي قبل. الصفحة اللي ورا. طيب سريعا سريعا في هذا الموضوع. طيب اللي هي النقطة اللي بدنا نوه لها بما انه شرحينها احنا قبل هيك. طيب بلاد كلتشر افضل وقت انا اخذ فيه مزرعه الدم عند ارتفاع درجه الحراره للشخص، عند ارتفاع درجه الحراره، وكون انه انا بقدرش اتوقع ارتفاع درجه الحراره فبياخذوها على فترات متباعده، يعني مثلا كل ساعه بيروح بيعمل له، يعني يعمل له ثلاث مرات بس الفرق ما بين كل واحده والثانيه ساعه، الا ما واحده فيهم تيجي في وقت ارتفاع درجه الحراره. تمام؟ فهذا هو الهدف. انا بقدرش اخلي الممرض قاعد جنب المريض ويضل كل شوي يحسس درجة حرارته، مش مسؤول عن مريض واحد، عنده عدة مرضى، وبالتالي أفضل وقت هو درجة الحرارة عند ارتفاعها، وكان إنه غير متوقع cannot be predicted. هذا بيعني إنه هاي نمبر أوف بكتيريا موجودة في البلد ساعتها. تمام؟ ماشي، بس الانفكشن مش شرط إنه يكون في البلد. احنا قلنا هذا في الانتستين. الحراره هي نوع من انواع دفاع جسم الانسان عن نفسه. تمام؟ لكن فانت يكون انك تتوقعش وقتيش يكون ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي اعلى كميه من البكتيريا تكون في البلد، فانت بتاخذها على فترات متباعده بحيث انه كل مزرعه والثانيه اقل شيء يكون بيناتهم ساعه، اقل حاجه. تمام؟ لكن بالنسبه لهذا المرض بقول لك البلد كلتشر خلال اسبوع. ليش؟ عشان يكون فيه بكتيريميا، لأنه قبل هيك بكونش لسه البكتيريا واصلة الدم، لأنه يعني تنتين ثلاثة. هذا الأصل. طيب second week في الأسبوع الثاني من الحمى، الأسبوع الثاني من الحمى stool and urine culture، يعني ممكن تعمل لي جيل بلادر وايضا جيل ستون اللي هو في المرار. الكلتشر حنزرعها على الماكونكي اجار، قلنا الكولوني حتكون كالرلس وغير مخمره لسكر اللاكتوز. في فحص بسموه ويدال تيست او فيدال تيست، هذا بيبحث عن الاجسام المضاده، الاجسام المضاده ضد مين؟ ضد الانتيجين تبع الاو والاتش، السوماتيك والفلاجيلا. يبقى ويدال تيست اجلوتينيشن تيست، فحص تخثر. انت لما يكون في عندك اجسام مضاده
المعرفات تبعتها انتيجين وانتي بادي لما يتعرفوا على بعض بصير اجلوتينيشن تجمع تخثرات تمام. فانت بتكون عندك الانتيجين بتقدمه للدم تبع الانسان. اذا والله هذا الانسان مصاب بهذه البكتيريا بيبقى عنده الاجسام المضاده فحيصير تفاعل يبقى التخثر هو حاله ايجابيه من الاصابه او بمعنى اخر حاله ايجابيه من وجود الاجسام المضاده. هذا التعريف الصح حاله ايجابيه لاثبات وجود الاجسام المضاده للاو والاتش لانه ممكن يكون هذا الشخص انصاب وشفي والاجسام المضاده موجوده عنده واضح. اذا ويدال تيست التكنيك هو مبني على عمليه التخثر بتفاعل الاجسام المضاده مع الانتيجين. انا بعطي له ايش في الفحص؟ انا بوجد له الانتيجينات والاجسام المضاده موجوده في السيرم في الدم تبع الانسان. فاذا كان هو مصاب او اصابه قديمه وكون اجسام بيصير تفاعل فبصير اجلوتينيشن. Laboratory diagnosis of carrier by isolating the organism from the stool. الناس الكارير اللي ما عندهمش حمى بنعزل الميكروب من عينة البراز. يتم عزل الميكروب من عينة البراز بالكلتشر يعني. لا مش المضاد، الأجسام المضادة الانتيبادي بكشف عنها. هل لقيت مثلا حضرتك انت متوقع في عندك حمى داخلية سألوك والله أكلت شغلات مثلا خارج البيت تمام في أعراض اللي هو الفيفر كونستيبيشن وارتفاع درجة حرارة بكمية عالية فبروح بياخذوا عينة الدم تمام وبروح هذا الدم بيفصلوه بياخذوا السيرم بروح بعرضوه للانتيجينات اللي هو الاو والاتش تبعون السلمونيلا. والله اذا صار اجلوتينيشن يبقى انت عندك الاجسام المضاده يبقى الحاله اللي عندك هي اصابه سلمونيلا تمام. الان لو جاب الدم وفاعله ما صارش النتيجه نيجاتيف انه الاجسام المضاده مش موجوده. قد يكون الجسم لسه ما استجابش تمام والبكتيريا موجوده. الافضل ان اخذ مزرعه سواء بلاد او ستول ادور على البكتيريا. والله اذا طلعت عندي المستعمرات يبقى هذا اثبات ان البكتيريا موجوده. فانت بتكتفيش بفحص واحد تقول والله انا بدي اعمل اجسام مضاده فقط. الكلتشر مهمه. طيب تريتمنت موست افكتيف دراج از سيفيتريازون وليجوينولونز. هذه مجموعه ليجوينولونز سيبروفلوكساسين مع نالاديكسيك أسيد والسيفاترياكسون من مجموعة من الجيل الثالث تبع السيفالوسبورين. بريفنشن لبريفنشن العملية المنع العدوى البابليك هيلث ميجرز اللي هي الإجراءات الصحية المجتمعية البابليك المجتمعية إنه كيف أنا أتخلص من كل إجراءات إن أنا أمنع مثلا مصادر الشرب إنها تكون جنب المصادر الصرف الصحي التعقيم كل هذه تعتبر من البابليك هيلث ميجرز تمام. الكلورينيشن أوف ووتر سبلاي ستول كلتشر فور فود هاندلرز الناس اللي بتتعامل مع الطعام وبتحضر الطعام ينعملها ستول كلتشر لأنه ممكن يكون كارير لكن مش ظاهر على الأعراض تمام ويكون حامل للميكروب. And hand wash prior to food handling. وغسل اليدين جيدا عند أثناء تحضير الطعام. الفاكسين use one vaccine contain purified VI polysaccharides. بمعنى أن أنا أخذ الأنتيجينات اللي موجودة على البكتيريا وأكون لها أجسام مضادة أو أن أحقنها هي فقط الأنتيجين. فبالتالي هي حتحفز جهاز المناعة لكن مش حتسبب مرض. تمام؟ وهذا يعتبر part جزء من أنا مش بجيب الميكروب كله جزء من الميكروب تمام اللي هو الأنتيجين تبعه الأو أنتيجين أو الأتش أنتيجين وأحقنه في الإنسان بحيث إنه يتعرف عليه جهاز المناعة لكن ما يكون لي مرض أو لا يحدث المرض.
بصير تحفيز من جهاز المناعة فبكون أجسام مضادة. فتلقائيا في الإصابة الثانية مش حيصير إشي، البكتيريا مش حتتمكن. طبعا خدوا بالكم من نقطة معينة بالنسبة للسلمونيلا، إذا بتتذكروا إحنا حكينا عنها في السابق. السلمونيلا تعتبر أسيد سينسيتيف، وبالتالي العدوى بهذا الميكروب ما بتكونش إلا بعدد كبير، 10 أس 5 وفوق. تمام؟ يعني 100,000 200,000 من الميكروب يدخل للأمعاء عشان يعمل لك المرض. لكن تعال الشيجيلا عدد قليل فقط منها ممكن يعمل لك الانفكشن. طيب نيجي ل السلمونيلا فود بويزنينج ولا ايش؟ تمام. كبسول از ذا اميونوجين. الكبسول ايش هي الكبسول؟ المحفظة. المحفظة الخارجية اللي هي ايش بتعمل؟ ايش وظيفتها في من فاجوسايتوسيس، حماية من عملية البلعم. The third is tab vaccine containing the killed salmonella and taken in two doses gives partial protection. بقول لك انه تاخذ السالمونيلا وتكون ميتة وتحقنها وهذا بتعمل لك partial protection. partial protection. وطبعا الكبسول ممكن تاخذ الكبسول وتعتبر ايضا كعامل محفز لجهاز المناعة، بس مش الميكروب كله، بس الكبسول المحفظة. سلمونيلا فود بويزنينج اللي هو تسمم الغذاء بواسطة هذه السلمونيلا. باثوجينيسيز اللي هي تحدث المرض، انه هذا الميكروب الهابيتايت تبعته في الانتريك تراكت، يعني في الامعاء في القناة الهضمية of human and animals. مثال عليها الشيكنز اللي هي الدجاج او الدوميستيك لايف ستوك اللي هي الحيوانات البيتيه اللي ممكن يربيها الانسان في عنده في البيت، فهذه تعتبر هي الهابيتات اللي هي المصدر الريزيرفر. تقريبا كل الشغلات اللي هي الاليفه اللي ممكن الانسان يربيها فتعتبر هي موجوده في التراكت تبعتها في الانتريك تراكت. وبالتالي طريقة بما انه موجودة في الامعاء فود طريقة الترانسميشن فيكال اورال. فيكال اورال. الان بيجي بذكر انواعها. كثير من الانواع بتعمل المرض. الباقي كلام مش مهم كله. طريقة البريفنشن بس انه انا بما انه هذه الحيوانات انا بدي اتناولها، عملية طهي جيدا للحوم تبعتها او اذا كان في بيض مثلا من الدواجن فتطهى بشكل جيد. نيجي للباسيلا ريدزونتري. ما كلام مش يعني مكرر ومعروف. يعني حتى لو بدكم تشطبوه شطبوه مش مهم، بس خلوا عملية البريفنشن كيف. طيب باسيلا ريدزونتري كوز باي شيجيلا سبيشيز. شيجيلا ريدزونتري اللي هو الزحار البكتيري. الزحار انه بصير في عندك مشاكل معوية وإسهال بشكل مزمن ممكن ينتج عنه هيموريج برضه اللي هو بصير دياريا نتيجة العدوى البكتيرية. هو بسموه الزحار العصوي أو البكتيري لأنه في الزحار الأميبي طفيل. تمام. شيجيلا ديزونتري is the most virulent. شيجيلا ديزونتاريا
is the most virulent, يعني هي الأكثر إحداثا لهذا المرض شراسة وضراوة. It causes acute bacillary dysentery. Acute حاد يكون. The habitat is the human colon only. وين بتكون موجودة؟ بس في القولون تبع الإنسان. معويات يبقى فيك الأورال ترانسميشن. طبعا بصير اختراق لجدار القولون والأمعاء، بتفرز التوكسين تبعها، شيغا توكسين، توكسين اسمه شيغا توكسين، إكزو توكسين. احنا قلنا الإكزو بصير له سكريشن أو سكريشن إفراز، أما الإندوتوكسين يكون بارت من نفس التركيب، فما بيطلعش إلا لما تتكسر. which is هذا الشيغا توكسين بيعتبر سم عصبي معوي وخلوي، يعني بيدمر الخلايا، بيأثر على الأعصاب، وأيضا بيأثر على الخلايا المعوية داخلي. طيب الأعراض السريرية كلينيكالي سريريا إيش بيصير مع المريض بعد فترة الحضانة، اللي هي ممكن تمتد من يوم إلى 4 أيام، تبدأ تظهر الأعراض بفيفر، حمى، وألام في المعدة، أبدومينال بين، دياريا. وهنا بيجي يعني بدك تعرف إيش معنى دزونتري، which may be watery. هذا هو الدزونتري اللي هو الزحام أو دزونتاريا. watery at first but later containing blood and mucus، بصير دموي وفيه مخاط. البراز، نعم. dehydration may occur، الجفاف أكيد حيكون ناتج إذا استمرت حالة الدياريا عند المريض. تيني سامس ممكن يكون على فترات، يعني كتل. ووتري ايش؟ متكرر، يعني فريكوانتلي بيكون. وهذا في الغالب هي الديزونتوريا زي هيك، انه يعني بيكون كتل كبير، يعني كتل وفريكوانتلي متكرر التبرز بيكون. لابوراتوري دايجنوسيس، آلية التشخيص برضو عن طريق البلد كلتشر، بالبحث عن هذه البكتيريا على المكونكي، نفس الخصائص تبعت السالمونيلا، نون لاكتوز فيرمنتار جرام نيجاتيف باسيلاي. طبعا في لها خصائص مختلفه، يعني في لها معالم، يعني الشخص المصاب مش حتقول والله انه هذا سالمونيلا ولا شيجيلا، في اوساط زراعيه متخصصه للتمييز ما بين السالمونيلا والشيجيلا. يمكن اهم نقطه برضو اللي هي الحركه، الموتيليتي، الشيجيلا نون موتايل، السالمونيلا متاعي. طيب كيف البريفنشن؟ نفس عملية السالمونيلا، سويج ديسبوزابل، كلورينيشن، هاند ووش، والفاكسين. ما فيش لها فاكسين بخلاف السالمونيلا، لا يوجد فاكسين لها. طيب فيبريو مش زي السالمونيلا، هذه أسرع. سالمونيلا سلولي لأنه بدك عدد كبير، لازم يصير ملتبليكيشن عشان تحدث المرض، هذه عدد قليل فبالتالي أسرع في عملية الأنسيت تبعتها، لأنها أسيديك ريزيست، هذيك أسيديك سنسيتيف. طيب الفيبريو كوليرا طبعا اللي هي مسبب للكوليرا، برضو من المعويات، الشكل تبعها أيضا جرام نيجاتيف لكن كيرفت أو كوما شيب،
شكل الفاصلة. ما يميزها أن أكسيديز بوزيتيف، السلمونيلا والشيجيلا أكسيديز نيجاتيف. تمام. فيبريو كوليرا اللي هي مسبب لمرض الكوليرا، جرام نيجاتيف رود زيها زي السلمونيلا شيجيلا. ما يميزها الكوما شيب، يعني هذه حاجة بتنسألوا فيها في الامتحان سواء في جدول وصل أو كمعلومة إنها كيرفد أند كوما شيب. وأيضا من الفحوصات البيوكيميكال، فحوصات الكيميائية اللي بتميز هذه البكتيريا إنها أكسيديز بوزيتيف، لكن سلمونيلا وشيجيلا أكسيديز نيجاتيف. فيرولانس أند باثوجينيسيس، الشراسة والضراوة تبعتها وآلية إحداث المرض. الهابيتايت هو الهيومن فقط، يعني الإنسان هو اللي بنصاب فيها في القولون. وبالتالي فيك الأورال ترانسميشن. The organism secrete enterotoxin كولاراجين، كولاراجين which lead to هذا التوكسين بيؤدي إلى massive watery diarrhea، يعني كميات كبيرة من التبرز لكن بتكون watery. وصف البراز بيكون rise water stool، يعني زي منقوع الرز، منقوع الرز كميات كبيرة لكن بيكون المية الغالب عليها. الشخص المصاب بيكون بموت نتيجة الديهيدريشن، نتيجة الجفاف اللي نتج عن هذا التوكسين. كلينيكال مانيفستيشن، الملامح السريرية، ووتري دياريا اللي هو رايس ووتر ستول، وهذه محل سؤال أيضا. إن لارج فوليوم إن ذا هول مارك أوف كوليرا، في كل كعلامة مميزة للكوليرا كمية البراز بتكون كبيرة و ووتري مائية. يعني البكتيريا هي سبب الكوليرا، هي بتسبب الكوليرا، مرض الكوليرا. مارك ديهايدريشن، اسيدوسيس اند فلويد اند الكترولايت امبالانس ليد تو كاردياك اند رينال فيلر، بدخل في فشل قلبي وفشل كلوي نتيجة فقد الفلويدز بما فيها الأملاح. وبالتالي من هذه العلامة إيش آلية العلاج؟ قبل ما تقول مضادات حيوية عوض سوائل وأملاح، سوائل وأملاح. لابوراتوري دايجنوسيس، السبيسيمن عينة البراز رايس ووتر ستول. الكالتشر، ذا ستول آر كالتشرد إن ألكالين بيبتون ووتر، يعني هذا مش أجار، مش أجار، ووتر ليكويد. تمام. بحط فيها الستول من 6 إلى 8 ساعات. ليش هذه العملية؟ عشان أعمل ريفرشمنت للبكتيريا، لو كان عددها قليل أعملها ريفرشمنت وأسمح لها نتنمو بكميات كبيرة. ذن سب كلتشر، بأخذ من هذا الووتر بيبتون جزء وبزرعه. سب كلتشر إز دان أون ثيوسلفيت ستريت بايل سكروز أجار تي سي بي أس، تي سي بي اس هذه ميديا خاصه بالفيبرو كوليرا، ات جيف يلو كولوني، بكون شكل المستعمرات لونها اصفر. يبقى الثيوسلفيت ستريت بايل سكروز اجار هذه ميديا خاصه بمين؟ فيبرو كوليرا، بتيجي في الامتحان. تمام. المكونكي للانتيروبكتيرياس كلها ولكل البكتيريا اللي بنمو عليها جرام نيجاتيف. تمام. انتيروبكتيرياسي بس مش كل جرام نيجاتيف زي ما شفنا ان يصير يبتنموش. هذه تي سي بي اس ثيوسلفيت ستريت بايل سكروز اجار، هذه ميديا خاصه لتنميه الفيبرو كوليرا فقط. اذا ظهرت المستعمرات بكون لونها اصفر يبقى هي فيبرو كوليرا. فهذه محل سؤال. بريفنشن، طريقة المنع والمكافحة. بابليك هيلث ميجر، نفس الشيء. ولاحظ معايا أي مرض، أي مرض معوي
بتحكي عن هذه البريفنشن بابليك هيلث ميجرز، بابليك هيلث ميجرز في كلهم خصوصا في المعوية. طيب الفاكسين كونتينينج كيلت سيل، كل فاكسين برضو محل سؤال لمين بنعمل؟ للفيبرو كوليرا. طب ايش بقصد بكل فاكسين؟ اللي هو كيلت سيل، خلايا ميتة. give in two intramuscular doses يعني في العضلات with one week interval، الفترة ما بين الجرعة الأولى والثانية بتكون أسبوع. طيب لكن هذه بتعطيش حماية كاملة. نيجي أيضا للهيباتيتس فيروسز. وحماية مش كاملة. Viruses that primarily attack the liver. يعني الفيروسات اللي بتهاجم الجسم والعضو اللي هو الليفر الكبد تصنف إنها فيروسات كبدية. تمام؟ Hepatitis virus. There are several types of hepatitis virus include A, B, C, D, E. هذه أنواع. تمام؟ كلها بتهاجم الكبد. And possibly G. وممكن يكون في نوع جديد اللي هو أو نوع تاني G لكن نادر جدا. Type A, B and C هي الأكثر شيوعا. الأكثر شيوعا. All hepatitis viruses can cause acute hepatitis، يعني التهاب كبدي حاد. التهاب كبدي حاد. ال B وال C بيعملوا كرونيك مزمن لفترات طويلة. يبقى ال A هو اللي بيضله acute لفترة وجيزة وبعديها بصير في حماية على طول. طيب ايش الاعراض للأكيوت فايرال هيباتيتس؟ فتيق يعني اجهاد عام وارهاق، فلو لايك سيمبتومز زي اعراض الرشح، دارك يورين لون البراز بيكون دارك لانه الليفر تاثر وبالتالي مش حيقدر يتخلص من البيليروبين. البول البول بيكون دارك لونه غامق والسبب انه الليفر مش قادر يعمل الفانكشن تبعته انه يتخلص من البيليروبين فبينزل في اليورين. لايت كلر ستول. ليش لايت كلر ستول؟ يعني اللون باهت. البيليروبين نزل في البول. وشغله ثانيه انه الليفر مش حيورد البيليروبين واليوربايلينوجين واليوربايلين للستول. تمام؟ ليش؟ اول هنا الجيل بلادر برضو مش هتشتغل وهي المسؤوله عن انتاج الصفراء وايضا تكسير هذه المركبات فمش هتكسر وتعطيني اليوربايلين اللي بيعطي اللون فهيكون لايت. ايضا في حالات الاوبستراكشن انسداد اللي هي القناه الصفراء برضو بكون من العلامات البراز بكون لونه ابيض فهذه علامات انه في عندي مشكله يا اما في الليفر يا اما في البايل داكت. تمام؟ وفي الغالب اذا كان اللون باهت هذا في البايل داكت بكون في اوبستراكشن اذا كان معها بعض العلامات الاخرى. ايضا فيفر لانه احنا بنحكي عن عدوى ميكروبيه. جويندس اللي هو الصفار لانه هذا البيلوروبين بروح بتركز في الانسجه منها العين والسكن. ريرلي بدرجة أقل acute viral hepatitis cause filament hepatic failure يعني ممكن يؤدي إلى فشل في الكبد. تمام؟ وهذه مش كتير كعرض للأكيوت viral hepatitis. The symptoms of chronic viral hepatitis often are mild and non-specific and the diagnosis of chronic hepatitis often is delayed.
الأعراض ما بتكونش ظاهرة عليه بشكل سريع في حالة الكرونيك، وعملية التشخيص بتكون متأخرة، لأنه ما يميز الأكيوت إنه لو أجينا نفحص له مثلا وظائف الكبد في الأكيوت بتلاقيها عالية بالألاف، لكن تعال للكرونيك بتلاقيها منخفضة، في ارتفاع لكن مش بدرجة كبيرة. عشان هيك بقول لك إنه بتكون متأخرة التأثر تبع الكبد بالفيروس في هذا في حالة الكرونيك، وبالتالي السيمبتومز بتكون مايلد ومش متخصصة، نون سبيسيفيك، بتكون جنرال سيمبتومز في الكرونيك. لكن في الأكيوت لا، يعني لو جيت مثلا تعمل له صورة ألترا ساوند بتلاقي انلارجمنت في الليفر، تمام. لو فحصت البيليروبين بتلاقيه عالي، في الكرونيك لا، بتلاقي مثلا عنده فيفر، عنده فتيج، هذه جنرال سيمبتومز مايلد، حراره، في عنده حراره بس مش عاليه، مش اعراض متخصصه بالهيباتايتس. لو معاه مثلا صوره الترا ساوند بتلاقيش انلارجمنت للهيباتايتس عنده للليفر، واضح. فهذا القصد انه الاعراض في حاله الكرونيك بتكون بسيطه مايلد مش سيفير ومش متخصصه بانها تدلل لك انه المشكله في الليفر، وعمليه التشخيص بتكون متاخره. كرونيك فيرال هيباتايتس، اونلي هيباتايتس سي فيروس اند هيباتايتس بي فيروس ليد تو كرونيك فيرال هيباتايتس، اللي هو الالتهاب الكبدي المزمن بيكون ناتج عن البي والسي. طيب لو صار في عندي كرونيك ايش الكومبليكيشن تبعتها؟ تليف الكبدي والليفر فيلر والليفر كانسر. هيباتيتس اي فيروس هو اللي بيصيب الاطفال في الغالب، ار ان اي فيروس الماده الوراثيه ار ان اي، طبعا كلهم ار ان اي ما عدا الهيباتيتس بي دي ان اي، كل الانواع اللي احنا ذكرناها اي بي سي دي اي كلها ار ان اي ما عدا البي هو دي ان اي، دي ان اي البي فقط، كلهم هذولك ار ان اي. الهيباتيتس اي ما يميزه عن الباقيين انه في كالاورال ترانسميشن البي دي ان اي، في كالاورال ترانسميشن، عشان هيك بينتشر ما بين اطفال المدارس، تمام. ولو في العيله عندك طفل مصاب على طول بينقلوا لاخوه، يعني وارد انه سريعا ينتقل لافراد الاسره الواحده. اللي موجود عندنا بنعطيك فيها. هذا التهاب الكبد الوبائي سيلف ليميتد، يعني لحاله بينتهي. ما بدناش نقول زي زمان كانوا يقول لك والله خلص اعطيه حلويات مش عارف ابصر ايش، بلاش زيوت، بلاش مقالي، هذه الشغلات ليش بلاش؟ عشان ما هي الفتره حتكون ليميتد، هي فتره محدوده للفيروس جسم المناعه، بس عشان ما ترهقش الكبد، لانه الكبد مشغول بالفيروس، لكن هي لا حتطول الاصابه ولا حتقللها، تمام؟ ملاش اي اثر. ضيف على ذلك انه اصلا الشخص نفسه بيكون لوس اوف ابيتايت، ما فيش عنده قابليه للاكل، مع الارهاق الشديد والالم اللي عنده والحراره يكون في عنده فقد للشهيه. فهذا من الشغلات اللي بتكون بالنسبه لهيباتيتس اي فيروس. 3 مانث وذ نو كرونيسيتي، يعني ما بصيرش مزمن، سيلف ليميتد. طيب اللاب دايجنوسيس كيف بيتم تشخيصه؟ اني انا ابحث عن الاجسام المضاده من الهيباتيتس اي فيروس، وهذه بتكون سبيسيفيك. طبعا التريتمنت هي سيلف ليميتد، سبورتيف كير شود بي جيفن، بس رعايه للشخص المصاب، يعني بدوش لا مضادات ولا شيء. بريفنشن طبعا في فاكسين
active immunization with the vaccine containing inactivated hepatitis A virus is available. هو المتاح موجود وسعره غالي. Two dose بكون في جرعتين. The initial dose followed by a booster dose اللي هي جرعة تنشيطية الثانية 6 to 12 month later. يعني 6 0 وبعد 6 شهور أو 12 شهر الجرعة الثانية should be given. هذا الأكتيف immunization اللي من خلالها أنا بحفز جهاز المناعة. الباسيف إيش بدي أعطيله؟ أجسام مضادة. أنا ما بحفز جهاز المناعة، بعطيله أجسام مضادة، وهذا إحنا شرحناه الفرق ما بين الأكتيف والباسيف. باسيف immunization with immune serum globulin، أنا بعطيله أجسام مضادة جاهزة، globulin جاهزة prior to infection or within 14 days after exposure can prevent or mitigated the disease. يعني أنه تعطي هذا الأجسام المضادة خلال 14 يوم من العدوى أو التعرض. هذه قد تؤدي إلى منع الفترة الطويلة تبعت المرض، أنه يضلوش لفترة طويلة وما تظهرش الأعراض بشكل كبير. تمام؟ لأن الأجسام المضادة هنا إيش حتعمل؟ حتعمل نيوتراليزيشن، معادلة، حترتبط مع الفيروس قبل ما يخش في وين؟ في الليفر. وقبل ما حتى يطلع انه من خلية اللي كان مصيب فيها المصابة، انه بعد ما يتكاثر الفيروس يطلع بكميات كبيرة. الأجسام المضادة بترتبط مع هذا الفيروس فبتمنعه من الانتشار لباقي الخلايا تبعت الهيباتيك او الهيباتوسايتس سيلز. نفس الشيء فيك الاورال، هو فسويج ديسبوزابل hand wash and bowel movement after bowel movement، يعني الاعتناء بالنظافة الشخصية. وينها اللي هو الصرف الصحي تبعه؟ الصرف الصحي يكون تخلص منه بشكل آمن، ما يكونش مثلا في الشوارع. هو شبكات الصرف الصحي انها تكون بعيدة عن المياه الجوفية والامور هذه كلها، وفي لها معالجة تكون. هيباتيتس بي ليش حاطين؟ طبعا الهيباتيتس بي فيروس مش بلد، مش فود. بلد، تمام. فالاصل انه ما ينحطش ضمن الفود بور، لانه طريقه انتقاله اما سيكشوال او فيرتيكال او بلد، ملوش علاقه بالفود. It causes hepatitis B and implicated as a cause of hepatocellular carcinoma، وهو المسبب للسرطان الكبد. زي ما قلنا هو DNA enveloped، DNA المادة الوراثية ومغطى envelope له غطاء خارجي. الباثوجينيسيس حدوث المرض transmitted by blood transfusion نقل وحدات الدم، needle break injury أو needle stick injury، الاتصال الجنسي من الأم للفيتس، والبريست فيدينج لكن بدرجة قليلة. تمام. بروغنوسيس اوف هيباتيتس بي فيروس عن طريق الرضاعة، الحليب نفسه، مش الحليب من وين بيجي؟ تمام. ما قلت لك انا هو مش بدرجة كبيرة، هذا ممكن لما يكون اللود تبع الفيروس في الجسم المريض عالي ويكون اكتف، بمعنى انه منتشر عندها بشكل كبير، بس هو مش مرتبط بالإصابة العادية. تمام. مش تطعيم،
مش تطعيم، باسيف اميونايزيشن بسموه الاتش بيج، هيباتايتس بي اميونو جلوبيولين. هيباتايتس بي اميونو جلوبيولين بينعطى للطفل مباشره بعد الولاده. طيب البروجنوسيس، تطور المرض في الغالب الهباتايتس بي 90% من العدوى الحالات الاصابه بصير لها ريكفري، بتتعافى وبتشفى. 2% ممكن يصير عنده فيلمنت هباتايتس، يعني يكون حاله كرونينج وتصل لحاله الفيلير وبالتالي الديث. 5% بتصير كرونيك مزمن بضل موجود معاه، ممكن يصير تليف وايضا كانسر. كيف بدنا نفحصه؟ بالماركرز، ماركرز علامات بروتينيه او اجسام مضاده بتدلل على الاصابه او انه صار محمي او انه ماخذ فاكسين او خلافه. 3 important antigen، 3 انتيجينات مهمه، اللي هو السيرفيس انتيجين، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين اللي هو الانتيجين السطحي، والكور انتيجين، والاي انتيجين هو الانفلوب. الكور اللي هو الداخلي، السيرفيس السطحي، والانفلوب الغطاء تبع الغطاء، مش احنا قلنا انه انفلوبد؟ تمام. فهذا الثلاث انتيجينات المهمه. وثلاث اجسام مضاده ايضا مهمه، انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، وانتي هيباتيتس بي كور انتي بودي، وانتي هيباتيتس اي. هذا بناء على المعطيات تبعتهم بتفهم هل هو مصاب الان، مصاب قديم، عنده يعني مثلا لو انا عملت له الاجسام المضاده ولقيتهم ومش موجود عنده ولا انتيجين، يبقى هذا تم شفائه، هذا استشفى. تمام. طيب عنده الانتيجين ما عندوش الانتي بادي، يبقى اكيوت انفكشن، الان هو مصاب، الجسم المناعه لسه ما تعرفش. طيب الانتي بادي موجود والانتيجين موجود، هو كرونيك، صار في تعامل ما بين الجسم، لكن لا الجسم مسيطر عليه ولا الفيروس قادر يتغلب على الجسم. تمام. وبتكونش اكيوت، كرونيك. طب لو لقيت اجسام مضاده، قلنا اجسام مضاده مثلا زي الانتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، انتي بادي، الانتي بادي موجود والانتيجين مش موجود، ولا انتي بادي من التانيين موجودين، هذا فاكسين مطعم. تمام. فاكسينيتد، لانه احنا بنعطيه السيرفيس انتيجين كتطعيم له على اساس يكون له اجسام مضاده. فهذه المعطيات هي اللي بتفهمك ايش الاصابه تبعته، كرونيك مش كرونيك، اكيوت مش اكيوت، مطعم شفي ولا ما شفيش. واضح. مصاب مسبق، هتلاقي الاجسام مصاب ومشفى ولا مصاب وموجود. مصاب 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 وموجود عنده الانتيجين والانتي بادي، هتلاقي التنين موجودين، التنين موجودين، مصاب وموجود الفيروس، الانتيجين والانتي بادي. بدكم بنزل لكم جدول كامل؟ للاطلاع. لا، جدول كامل لتفسير حالات الهيباتيتس بي، هل هو مطعم اكيوت؟ طيب اعطيته انا تطعيم، اعطيت تطعيم وفحصت له ما لقيتش ولا انتي بادي، هذا سسبتبل، بسموه سسبتبل، لا لا قابل للعدوى، ما بقدرش احميه وقابل للعدوى، يعني هو ما استجابش للتطعيم، انا طعمته، اعطيته التطعيم وفحصت له اجسام مضاده لقيتش فيش عنده اجسام مضاده، يبقى جهاز المناعه ما تعرفش، وبالتالي هذا susceptible للعدوى في أي حالة من الحالات. تمام. The most important laboratory test for detection early hepatitis B virus infection is ELISA. الإلايزا هذه تقنية مخبرية
للبحث عن الأجسام المضادة أو الأنتيجينات. For surface antigen يبقى أنا أهم فحص للتعرف على العدوى اللي هو هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين، أدور عليه بتقنية اسمها إلايزا. تمام؟ طبعا إلايزا هذا بلاش حدا الاختصار تبعها طويل والله عليك، مش بدكوا فيه خلاص مش مهم. ماشي. سي الكور يعني بيكون اكيوت لسه موجود في السيرم، عشان هيك انا استعجبت انه في هذا الحكيته ما مش مهم. الانتي بودي الانتي بودي السيرفس السيرم مش السيرم. ماشي. السيرفس ايش هو؟ السطح. ايش الانتيجين السطحي تبع الفيروس؟ الكور الداخلي. اذا انا لقيت الكور موجود يعني الجسم قدر يتغلب على الفيروس بشكل كامل. هو الكور يعني التراكيب الداخلية تبعت الفيروس، يعني تفكك الفيروس وصار الجسم قادر على تكوين اجسام مضادة لكل اجزائه، وهذه حالة الاستشفاء. لكن السيرفس لحاله اذا كان الانتيجين موجود فهذه اكيوت انفكشن، انه الفيروس موجود والانتي بادي انه الجسم قادر يتعامل معه وصارت ديليت، العمليه صارت متاخره. تمام؟ يعني لو كان السيرفس بكون مخلص ايش هو الانتيجين ولا الانتي بادي؟ دائما لما بدك تحكي بدي اقول سيرفس ولا انفلوب ولا كور، انتيجين ولا انتي بادي ولا الاثنين مع بعض؟ الانتيجين على الفيروس موجود، الانتي بادي يعني في استجابه مناعيه. الان لو انا لقيت مثلا الانتي بادي مع السيرفيس يبقى عدوى موجوده والجسم بيتعامل معها. انتي بادي لحاله ممكن يكون فاكسينيتد او اصابه قديمه واستشفى منها وخلصنا. الانتيجين لوحده يعني الاكيوت انفكشن الان صارت، الجسم لسه ما كونلوش اجسام مضاده. طيب يبقى التقنية اسمها إلايزا للبحث عن الأجسام اللي هي الأنتيجينات. Hepatitis B surface antigen appear during the incubation period and during the acute disease. الأنتيجين موجود في حالة العدوى الحادة يعني الآن. Detection of hepatitis B surface antigen for more than 6 months indicate a chronic carrier state. حالة مزمنة وحامل للفيروس. Anti hepatitis B surface indicate immunity. إذا الأجسام المضادة الموجودة تبعت السيرفس يبقى فيه استجابة مناعية. تمام؟ لبريفنشن في عنا جنرال ميجر، أي واحد بيشتغل في الرعاية الصحية يجب أن يأخذ تطعيم ويعني عمل له الفحص، وقبل ما ياخذ التطعيم بنعمل له الفحص هل هو مصاب او لا. وحدات الدم يجب ان تفحص بهيباتيتس بي وسي واتش اي في يوزنج ديسبوزابل سرنج بين مريض والتاني، وحتى لنفس المريض لازم استخدم نيادل مختلفه وتستخدم يعني ديسبوزابل اللي هي تستخدم لمره واحده. اكتف اميونايزيشن، اكتف immunization مجرد ما اسمع active يعني تنشيط جهاز المناعة. recombinant hepatitis B virus vaccine، recombinant اللي هي تقنية الهندسة الوراثية. containing hepatitis B antigen made by recombinant technology بالهندسة الوراثية تم تصنيعه، يعني أنا بخدوش من الفيروس نفسه، أنا بصنع تصنيع بالهندسة الوراثية. given in 3 doses بينعطى على 3 جرعات 0, 1 and 6 months.
أول مرة شهر 6 شهور زيرو المرة الأولى الجرعة الأولى الجرعة الأولى هذا زيرو ما فيش فيها يعني أنت أعطتني إياه اليوم بعد شهر بتعطي له كمان جرعة وبعد 6 شهور بتعطي له كمان جرعة التطعيم تبعه صار بالهندسة الوراثية تمام على ثلاث جرعات زيرو يعني الآن أول مرة أول جرعة وهذه بتعتبر صفر بعديها بشهر بعطي له البوستر دوز الأولى بعديها بست شهور من الزيرو مش من الأولى مش من الثانية مش من الشهر من الزيرو بعطي له الجرعة الثانية فبسموها زيرو واحد ستة الثالثة أو البوستر دوز الثانية هي بوستر دوز الثانية أو الجرعة الثالثة من الزيرو ست شهور طبعا هذا التطعيم بينعطى لمين للبارا ميديكال والميديكال بيرسونال اللي هم عرضة للإصابة والعدوى بهذا الفيروس طبعا بينعطى برضو للأطفال في عمر اللي هو الأسابيع ولا ست شهور هيباتيتس سي فيروس ملوش فاكسين طبعا ار ان اي اكثر واحد بيؤدي الى الكانسر وبلاد بورن بينتقل عن طريق الدم بس بدك كميات كبيره منه الهيباتيتس بي بيكفي نيدل ستيك نخز ابره الهيباتيتس سي فيروس لا وهذا بيرجع على اللود تبع الفيروس في البلد طب مش تطعيم بيعطي له اجسام مضاده سريعا بسموها اتش بيج ممكن تعمل نيوتراليزيشن سريعا تعادله وتم التخلص منه ماشي احنا لا انت اذا دخل الفيروس الجسم تمام انت بتروحش تعمل له اجسام مضاده او تعمل له الفحوصات الانتيجين تروح تعمل له بي سي ار تبحث عن الماده الوراثيه تبعت الفيروس وهذا ادق حاجه لو نسخه واحده من الفيروس بيعملها ديتكشن بيحددها تمام اكثر انتشارا نخزة واحدة تنقل الاخطر السي لا لا ليش لانه اللود تبع الفيروس في البلد بكون عالي اللود كميه الفيروس في البلد بتكون عاليه الهيباتيتس سي اقل منه عشان هيك بده كميات كبيره وفي الغالب نقل وحدات الدم او غسيل الكلى اذا ما تعقمتش الاجهزه صح بتكون مرشح انها تنقل هيباتيتس سي او هيباتيتس بي 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 يبقى المعلومات تبعت السي اللي بدنا اياها ان هو ار ان اي وانفلوب بيعمل هيباتوسيلولار كارسينوما وبينتقل عن طريق البلد طيب له تطعيم لا ليش ار ان اي والار ان اي بيعمل ميوتيشن تغير وطفرات بشكل كبير هيباتيتس دي فيروس It is RNA virus بسبب hepatitis D. Defective virus can replicate only in cells already infected with hepatitis B virus. هذا بسموه الفيروس المرتبط B. مرتبط ب hepatitis B. يعني بتكاثرش في داخل الإنسان إلا إذا كان الإنسان مصاب ب hepatitis B. ليش؟ لأنه هو بيستخدم الأنتيجينات تبعت الهيباتيتس بي كممر إله من خلالها بدخل لوحده بيقدرش يدخل جوا الخلايا
بده هيباتيتس بي يكون الشخص هذا مصاب. فهذه علامة ممكن تنسألوا فيها في الامتحان انه مين الفيروس المرتبط بهيباتيتس بي اللي هو الدي. هيباتيتس اي سيميلر تو اي. ايش يعني سيميلر؟ نفس الخصائص. فيك الاورال اكيوت وبيستشفى منه بشكل سريع. سيميلر تو هيباتيتس اي فيروس فولوينج ويز ترانسميتد باي فيكال اورال روت نو كرونيك كارير ستيت نو سيروسيس نو هيباتوسيلولار كارسينوما هاي مورتاليتي ان بريجننت فيميل. يعني ممكن يؤدي للوفاة في حالات انه الست المصابة تكون حامل. نو انتي فايرال ثيرابي اند نو فاكسين. ملوش لا علاج ولا تطعيم. سيلف ليميتد لانه يبقى من الهيباتيتس كلهم اثنين فيك الاورال الاول والاخير والثلاثه اللي في النص بلاد بورن. بلاد بورن يعني عن طريق الدم. مش السيرم اخطر من البلاد. فيك الاورال الاول والاخير كلهم ار ان اي ما عدا البي دي ان اي. البي والسي بيعملوا كارسينوما تمام. البي والسي كرونيك. الاي والاي اكيوت. هذه شغلات يعني كمفارقات بتسالوا فيها. البي والسي مرشح. السي بدرجه اكبر. السي بدرجه اكبر انه يعمل هيباتوسيلولار كارسينوم. لسه قيد البحث. قيد البحث مش فيش معلومات كاملة عنه. ممكن لسه بدهم يشوفوا هل الطفل هذا اللي توفى عنده أمراض تانية ولا بس هي صارت عنده الحالة هذه. لسه كله قيد الدراسة مش فيش شيء مثبت لحتى الآن. إن شاء الله. طيب نيجي ل مايكرو اورجانيزم ترانسميتد ثرو سكين. كائنات دقيقه تنتقل عن طريق الجلد. ايش ربع ساعه وبنخلص. ليش بعد اسبوع تيجي تاخذ النتيجه؟ للفيروس لا لا هو الفحص الوراثه الجينات خلال يوم بس. هم بيقدرش يعمل الفحص لعينة واحدة بيجمع جمع بس. هو هذا الهدف. هو أخذ منك العينة اليوم بده ينمي الفيروس. فيش عندنا حاجة اسمها تنمية الفيروس. هو بيأخذ منك العينة بيعملها كوليكشن للعينات كلها عبين ما يعمل الفحص. مثلا أنا بدي أقارن لك ليش الكوفيد خلال يوم، لأن كمية العينات كبيرة فممكن يشتغلها اليوم وتطلع النتيجة بكرة. لكن عمليات الهيباتيتس بي قلال، هم أصلاً اللي بنصاب
لا 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 ما فيش في انه تنميه ما تنميه لا بخلاف البكتيريا. البكتيريا باخذ 3 ايام لما اطلع نتيجه المزرعه عبين ما انمي الفيروس البكتيريا. لكن الفيروس انا بتقنيه البي سي ار خلال يوم بطلعها لو بدي اشتغل عينه لحالها. بس هم بيكونوا بيعملوا كوليكشن جمع عينه او بيكون في لود من الفحوصات عنده كتير. طيب مايكرو اورجانيزم ترانسميتد ثرو سكن كان بي ترانسميتد ثرو للكائنات الدقيقه اللي ممكن تنتقل عن طريق الجلد بيكون في لها وسيله بلاد ترانسفيوجن اند نيدل ستيك انجري يعني نقل الدم او الوخز بالابر ممكن تكون طريقه لنقل الميكروب عن طريق الجلد. ارثروبويد بايتس اللي هي قرصة او عضة الحشرات. wound infection through contact transmission اللي هو التهاب الجروح بالاتصال المباشر. animal bites اللي هي عضة الحيوانات او خدوج الناتج عن الحيوانات. بلادبورن مايكرو أورجانيزم كائنات دقيقة تنتقل عن طريق الدم. هي الأمراض المنتقلة عن طريق الدم والمنتشرة إما من خلال تلوث البلد أو سوائل الجسم. is one that can be spread through contamination of blood and other body fluid. من الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الدم قلنا سي والبي والدي والاتش اي في والسيتوميجالو فيروس والابشتين باير فيروس. ابشتين بار فيروس البكتيريا اللي هو تريبانوما باليديم causing syphilis اللي هو مرض الزهري sexual transmitted وتريبانوما باليديم هي مثال على البكتيريا السبايرال الحلزونية. تمام. من الطفيليات الدموية البارازايت الملاريا. في بصير عنده سيلان في الأعضاء التناسلية. Human immunodeficiency viruses اللي هو الـ HIV بسبب مرض نقص المناعة المكتسب. مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الـ AIDS. هذا الفيروس RNA طبعا طريقة انتقاله اما عن طريق البلود كونتاكت سيكشوال ترانس بلاسينتال وثرو بريست فيدينج عن طريق الرضاعة فيرتيكال. الباثوجينيسز احنا قلنا انه الاتش اي في كفيروس بيهاجم الخلايا المناعية من نوع تي هيلبر سيل اللي هي سي دي 4 يكون عليها انتيجين سي دي 4 هو المعرف تبعها سي دي 4 والسي سي ار 5 بس بشكل اساسي سي دي 4. سي دي 4 سيلز اللي هي تي هيلبر is the most important immune cell because it produces cytokines that control other immune system. بقول لك هذه الخلايا هي المهمه من الهيلبر لانه هي اللي بتعمل تحكم في الجسم المناعي كله بدورها في عملية تنشيط البي سيل والتي سايتوتوكسيك تي سيل. فاكرينهم التنتين هدول؟ قلنا التي هيلبر
هذه هي اللي بتنشط البي سيل اللي بتكون اجسام مضاده وبتنشط التي سايتوتوكسيك اللي بتهاجم الخلايا المصابه في الجسم. فاذا انضربت هذه التي هيلبر يبقى الجناحين تبعون جهاز المناعه تضرر وبالتالي بيكون الاثر كبير. اتش اي في انفكت اند كيل هيلبر تي سيل بيصيبها وبيموتها which predispose to والذي يؤدي الى opportunistic infection اللي هي العدويات الانتهازيه. جهاز المناعه تدمر فاي ميكروب ولو كان بسيط قادر على احداث المرض عند هذا الشخص المصاب. عشان هيك مرضى الاتش اي في تظهر عليهم امراض عمرنا شفناها قبل هيك غريبه جدا وحتى كانسر بيكون غريب. اي ايش هي الايه ايش اعراض زي كيف امراض 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 ما كانش بتظهر على واحد يعني مثلا على سبيل المثال الستاف ابيديرمايدس اللي هي نورمال فلورا بتصير تعمل عنده عدويات جلديه امراض جلديه تمام ليش رغم انها هي نورمال فلورا السبب انه صار في اميون كومبرومايزد نقص في المناعه. بعض الطفيليات المعويه اللي هي نورمال بتكون عند الإنسان بتصير تعمل له أمراض تمام. فهذا هو المقصد بأنه بصير عنده أمراض لم تكن في أي healthy individual آخر. ناحية سريرية after exposure to HIV infection flu-like symptoms occur that resolve يعني بصير عنده زي أعراض رشح بسيطة بعد التعرض لل HIV. then the patient enter in latent phase اللي هو الطور الخامل بيدخل في مرحلة خمول اختفاء للفيروس اختفاء للأعراض in which no clinical manifestation is present ما في بيظهرش عليه أي أعراض طبية أو سريرية but the virus remain and replicate لكن الفيروس موجود وبيتضاعف in lymphoid tissue. ليش في lymphoid tissue؟ لأنه موجودة فيها T helper. The duration of latent period is different in different patients and may extend to 10 years or more. ممكن يضلوا خامل في latent phase هذه لمدة 10 سنوات أو أكثر. طيب لما بصير عند المرض بمعنى أنه الفيروس يطلع من الخلايا ويصير يصيب كل الخلايا اللي هي التي هيلبر بنلاقي انه هذا التي هيلبر سي دي 4 الخلايا بدات تقل بشكل تدريجي. The number of CD4 cells اللي هي التي هيلبر gradually decreases تبدا تقل. And the immune response fail والاستجابه المناعيه تفشل. And the patient enter in the AIDS stage when the number of CD4 is below 200 cell لكل لتر. Equivalent. The patient is now exposed to opportunistic infection. وفي هذه الحالة بصير الإنسان يصاب بالعدويات الداخلية bacterial salmonellosis atypical mycobacteria اللي هي التهاب الجهاز التنفسي ببكتيريا atypical مش mycobacterium tuberculosis أبسط mycobacteria. الفيرال از هيربس فيروس اللي هو اللي بيصيب الجلد. بروتوزوال انفكشن طفيليات. مالجنانسي بتظهر عليه السرطانات. النيورولوجيكال مانيفستيشن بتظهر مشاكل عصبيه. طيب كيف اللابوراتوري دايجنوسيس؟ سكرينينج تيست اللي هو الفحص الماسح مش كونفيرم سكرين إن أنا أبحث عن الأجسام المضادة بواسطة تقنية الإلايزا. Most will have screen zero converted by 4 weeks. Most will have zero converted by 4 weeks يعني ممكن تعمل detection للأجسام المضادة خلال 4 أسابيع. Confirmatory test وللأنتيبادي للتنين حسب ايش المكونات تبعت الفحص.
كونفيرماتوري تيست اللي هو البي سي ار بوليميريز تشين رياكشن، انا ببحث عن الماده الوراثيه بهذه التقنيه، وايضا سي دي 4 نمبر بتقنيه الفلو سايتوميتر. الفلو سايتوميتر هذا جهاز بيحدد انواع الخلايا وعددها، بيفحص انواع الخلايا وعددها فور فولوينج تريتمنت، وهذا بفيدك انه انت تعرف مع العلاج هل تحسن العدد ولا تظل زي ما هو او بدا في ديكريز له. للتريتمنت هايلي اكتيف انتي ريتروفايرال ثيرابي بريفنشن، يعني اعطي مضادات فيروسيه. طبعا بريفنشن سكرينينج فور بلاد دونر، وحدات الدم المتبرع بها يتم فحصها. سيف سكس بانه يعني العلاقه الجنسيه تكون ضمن اطار امن باستخدام الكوندوم. وهيلث اديوكيشن اللي هي التثقيف الصحي. المحاضره الجايه ان شاء الله بنبدا بالسكن اند ووند انفكشن. لا هو بضله بس سكرينينج للفيروس نمبر قديش، يعني بنفحص له بس عدد الفيروس اساس انه يضل ثابت او بقل، هذا احنا في السيف سايد، لكن متى صار زياده يبقى صار اكتيف له. بس ممكن ينعطى اللي هو الانترفيرون كمضاد للفيروس، بس بتخاف انه يصير اكتيفيشن للفيروس بس. نعم ان شاء الله. حاضر.